لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم الأربعاء 18 من شعبان لعام 1437 للهجرة، الموافق 25 من مايو لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. حصل نائب حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو الدكتور أحمد العرجاوي والدكتور محمود رشاد على موافقة وزارة الأوقاف على إحلال وتجديد مسجد ومضيفة المهاجرين بأبو حمص. وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العدلي على اقتراح برغبة مقدم من نائبي حزب النور أحمد العرجاوي ومحمود رشاد حبيب عن دائرة أبو حمص وإدكو بالبحيرة بشأن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق. ونفى رشاد ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن تقدمه بمقترح لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وطالب عضو مجلس النواب المواقع الإخبارية بضرورة المصداقية عند تناول الأخبار وتحري الدقة. قالت مصادر بالمعارضة السورية اليوم الأربعاء إن تنظيم داعش يستخدم السكان المدنيين في مدينة الرقة السورية دروعا بشرية لتجنب الضربات الجوية، الأمر الذي سيعقد العمليات العسكرية لإخراج التنظيم من هذه المدينة. قالت لجنة مدينة زليتن لحصر النازحين إن أعداد النازحين من سرت إلى زليتن وصل إلى نحو 2734 شخصا بإجمالي 520 أسرة بعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة. أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها عينت زعيما جديدا لها خلفا للملا أخطر منصور الذي قتل في ضربة جوية أمريكية، واعترفت الحركة في بيان للمرة الأولى بمقتل الملا منصور. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن مقتل 88 تكفيريا خلال الأربعة أيام الماضية لقوات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء. قضت محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار تامر البرديسي وسكرتارية خالد معوض اليوم الأربعاء بحبس المتهم السيد يوسف عاما واحدا وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي ومحاولة حرق كتاب البخاري أمام مشيخة الأزهر. قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء قبول الطعن المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر، وألغت الحكم الصادر ضدهن بالحبس 5 سنوات وتغريم كل منهن 100,000 جنيه وإعادة محاكمتهن أمام دائرة أخرى. قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بإلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات ل47 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأبقت المحكمة على الغرامة المالية وقدرها 100,000 جنيه لكل متهم. اشتعلت النيران في أحد المصانع بالكيلو 28 بطريق اسكندرية الصحراوي بمنطقة أبو رواش اليوم الأربعاء دون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على النيران. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية عن محمد سامي محمد محمود عبد العال لاستقرار إقامته منذ صغره بالخارج وعدم إقامته بالداخل، وانضمامه لإحدى التنظيمات بالخارج واطلاعه بنشاط معاد للبلاد وبعض الدول الأوروبية، وضبطه عام 2008 بالنمسا وحكم عليه بالسجن 4 سنوات لانتمائه لتنظيم القاعدة. قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن البنك المركزي المصري سيدرس طباعة نصف جنيه الورقي مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقي. تبدأ السبت المقبل أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وشهادة البعوث الإسلامية، حيث ينتظم 160 ألف طالب وطالبة هذا العام في 582 لجنة مركزية للامتحانات على مستوى الجمهورية. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي المعاصي سد في باب الكسب من سلسلة كتاب الفوائد فضيلة الشيخ ياسر برهامي، والله عليم حكيم. المحاضرة الثانية من سلسلة تفسير سورة الحجرات الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد. المحرمات في النكاح من سلسلة كتاب النكاح من الملخص الفقهي، وكتاب العتق من سلسلة مختصر صحيح مسلم الشيخ سعيد محمود. سورة الآداب الشيخ عصام حسنين. شداد بن أوس رضي الله عنه
المحاضرة الأولى من سلسلة صور من حياة الصحابة الشيخ رجب أبو بسيسة. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي فتى أخدود الصحوة الإسلامية، كتبه عمرو طه الزواوي. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.